مصر ام الدنيا والله العظيم، مصر ام الدنيا. درسونا بعد والله، كنا اول طالع افلامهم الحين ما الفراعنه كلش يعني ما بيضر الى صوتي ام الدنيا. مصر ام الدنيا. السلام عليكم، وياكم عبد الرحيم في حلقة جديدة من برنامج الاسطرلاب. اليوم حلقتنا غير وبلدنا غير، بتحكي عن بلد من أفضل وأحلى البلدان، في الدكاترة وفي الأساتذة وفي أحلى وأطيب الناس، وهو بلد يلقب بأم الدنيا وهو مصر. خلنا نشوف الشعب البحريني يعرف شي عن مصر، يعرف الأكلات الشعبية لمصر، يعرف العملة المصرية أو يعرف العاصمة المصرية. تعالي ياي وشوف جمهور. يعطيك العافية. الله يعافيك. اسمك بالخير. سيد محمد. حبيبي سيد محمد. سيد محمد رحت مصر عمره؟ لا. تعرف معلومات عن مصر؟ أهرامات. لا بس هذه الأهرامات. الفراعنة. الفراعنة بعد. بعد. إيه هذا أبو الهول. أبو الهول. إنزين. وإيش رأيك في مصر بشكل عام يعني؟ صحراء. صحراء. يقول صحراء. انتوا ايش رايكم شباب؟ انزين عاصمة مصر؟ القاهرة. العملة؟ عملة جنيه. الجنيه. اكلات مصرية شعبية في هالشهر الفضيل؟ ملوخية. ملوخية. الله. يلا صدنا. كشري. والكشري بعد شعراني. بس هاي. فراخ. 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 ما ادري هم يسمونها فراخ. الفراخ البط اللي. ايه. مشكور يعطيك العافية. الله يعافيك. ابو حسن. ابو حسن. ابو حسن عندك معلومات عن مصر؟ مصر كلش. 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 زين. اكلات شعبية عن هالشي ولا شي تعرف عن اكلات مصر؟ مصر يعني انا ما رحت ولا ادري يعني. ولا تدري. ولا تدري. إنزين. درسوك مدرسين مصريين؟ إيه. وإيش رأيك فيهم؟ زينين. زي إيه. إنزين. في ناس تقول عن مصر إن هي أم الدنيا، وإيش رأيك في الكلام؟ يعني إن هي كبيرة يعني. أم هي الدنيا. السياحة والسياحة تقول لك أم الدنيا، إحنا نلقبها أم الدنيا مصر. أم الدنيا. أم الدنيا. إيه. يعني وياهم. وياهم. إنزين وإيش عاصمة مصر؟ القاهرة. لا. العملة. العملة ما أدري صراحة لأن أنا ما رحت. كلش ما رحت مصر. الجنيه. والله هم يقولون كذي في الأفلام. يقولون الجنيه. إيه. بس ما أدري. ما أدري. ما رحنا مصر. كلش. لا. يعني مثل العاصمة ما تعرف عاصمة مصر. القاهرة. القاهرة. زين العملة. جنيه. الجنيه. الجنيه زين. أساتذة ما مروا عليكم مصريين شيء. مصر مبارة واجد. درسونا. درسونا بعد. وايش رايكم فيهم؟ والله فيهم الزين وفيهم الشين يعني. في كل مكان هذا الشيء. في كل مكان. في كل مكان هذا الشيء. في الزين وفي الشين. انت في بيت، انت في بيتك تقدر هذا اولادك ما تقدر. في واحد زين وفي واحد مو زين. انزين ما هم في ناس الشي. تقول ان مصر ام الدنيا، انتوا ايش تقول على هالكلام؟ ما رحناها ما نقدر نحكم عليها. ولا شفتم في صور مني. والله تقدر تقول مصر ام الدنيا لان بالصور اللي يطلعونها مناطق حلوه. مناطق حلوه. ايه. جميله طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اسمك بالخير. سيد جميل. حبيبي سيد جميل. سيد جميل عندنا لك صوره خارطه بلد من البلدان، وقول لي وش اسم البلد. ما اشوف يقول نظار النسيم. ما اشوف النسيم. ابا اساعدك، هالبلد فيه اكلات شعبيه في هالشهر الفضيل، هالبلد الجميل الحليو، مثلها الملوخيه، الكشري. مصر. إيه. وانا مصر. مصر. مصر وايش رايك في مصر؟ مصر جميله حليوه. حليوه. ايه. وايش فيها حليو يعني مصر مثل وايش يعني؟ اماكن سياحيه اثريه اشياء. اي نعم. في ناس تلقب مصر ام الدنيا، وايش رايك في هالكلام؟ ما اعرف ليش يسموها. انت وايش رايك في هالكلام ان مصر ام الدنيا؟ يعني ما بيضر الى صوتي ام الدنيا. ما يضر. لا تمام. اي. زين وايش عاصمه مصر؟ القاهره. العمله؟ الجنيه. الجنيه. انزين درسوك مصريين؟ اي نعم. وايش رايك فيهم؟ ممتازين كانوا. ممتازين انتم؟ اي نعم. اخلاقيا اي كانوا يقومون بعملهم. يقومون بعملهم. اي نعم. مشكور يعطيك العافيه اخوي. مصر؟ والله اخوي احنا معلوماتي يعني شو اقول لك والله ولا اعرف شيء عن مصر. كلش. كلش. عاصمة مصر؟ قاهرة. لا. والعملة؟ العملة
جنيه. الجنيه المصري. يعطيك العافيه، مشكور. الله يعافيك ابو علي. زين ابو علي، وايش رايك في مصر؟ مصر ما قد والله مره رحت، انا اشتغلت في المطار مصر الوحيده اللي ما رحت. بس وايش رايك فيها بشكل عام مصر؟ في شنو يعني؟ في شكلها، في ناسها، في اهلها، في والله كنا وين طالع افلام ومحمى. بس وايش رايك فيها يعني؟ يعني ما نص نص يعني، نص نص. كل بلد مو كل شيء اوكي يعني، في ناس زيني وناس مو زيني. في ناس تقول ان مصر مشهوره باخلاقها الرفيعه، بالناس الطيبه اللي فيها، بوسع قلبهم اللي هناك. وايش رايك في الكلام؟ انا اقول لك ما رحت يعني، لازم تشوف الناس. انت اكيد قابلت اساتذه مصر. ايه قابلت اساتذه اوكي. وايش رايك؟ إيه لا اوكي، الدخاتره اساتذه. ايه وايش رايك يعني؟ زينين قابلتهم. ايه زينين وتمام. وايش العاصمه المصريه؟ قاهره. لا والعمله الجنيه. تعرف مناطق في مصر غير القاهرة؟ الصعيد، الإسكندرية، وبعد رايح عن بالي الحين فايد. يعني هي عودة. لا أعرف أنا يعني، كان من قبل عن القاهرة كل شيء. مشكور يعطيك العافية. المعلومة اللي بنعرفها إن مصر أم الدنيا، أنت عندك أزم من هاي؟ مصر أم الدنيا، وهي من الدول العربية يعني جوش قوية، وكذلك فيها معالم مثل الآثار، فيها جامعة الأزهر. إيه نعم، أيام الدولة الفاطمية. و يعني أول من ابتدى تقريبا بالدول العربية بإرسال اللي هو المدرسين والبعثات. إيه نعم، ومنها جمال عبد الناصر، ومنها يعني كل هذا عندنا هنا. نعم يعني كل هالمعلومات عندنا اياها عن مصر. اي نعم. مشكور ما قصرت، يعطيك العافيه. ابو علي، ابو علي وايش رايك في مصر؟ مصر ام الدنيا. ايه مصر هي على ام الدنيا. زين وايش تعرف عن مصر؟ مصر فيها الاهرام، فيها راس الحسين، فيها السيده زينب. ايه في ناس تقول ان مصر ام الدنيا ورفيعين باخلاقهم وبطيبه قلبهم، وايش رايك على الكلام؟ لا مو كلهم. لا لا بعضه. ايه بعض اكيد عندي معلومه عن مصر، كنت في مصر 2016. والله العظيم مصر ام الدنيا واحبابنا وشقايقنا زي ما نقولوا. وايش عاصمه مصر؟ عاصمه القاهره. القاهره. والعمله؟ العمله الجنيه. الجنيه، الجنيه المصري مولع الدنيا الجنيه. ابو وجيه، ابو وجيه عندنا صوره خارطه من البلدان، بس قول لنا وش اسم البلد. وجيه دروني، ما اعرف البلد. وش دروني ليش ما تعرفه؟ البلد الدولة لو الدولة دولة ما أعرفها صراحة. كلش تعال أبو قاسم. أبو قاسم تعال ساعد، تعال مني له، تعال بتشوف إلا بس خارطة. ها وش اسمها البلد هاي؟ هاي إذا ما خاب ظني يعني سعودية. هذه هي إذا ما في اختيارات شيء. حبيبي أبو عبد العزيز، أبو عبد العزيز في هالخارطة تعرفها أي دولة؟ اي وحده عاد هذه البحر الاحمر. ايش العربي هذه؟ صوب افريقيا كذا دوله يعني. هي دوله واحده هذه. ها زين بعطيك اكلات من هالبلد، اكلات شعبيه في هالشهر الفضيل، وانت قول لي وش اسمهم منها بتعرف يعني. زين ما قلت لي الحين اكلات هكها. وش هي؟ هذه اكله اسمها ملوخيه من مصر، وهذه محاشي، وهذه عصير خشاف. يعني دوله عادي عربيه يعني مصريه. مصريه مصر. لا عادي كلامكم مصر. انزين فارق صور اكلات شعبيه عندهم تنزل الحين في هالشهر الكريم، وقولي وش اسم الدوله عندك مثل هي. تعرف اي وش اكله؟ كشري. لا لا ملوخيه. ايوه ملوخيه مصر يعني. مصر. وهذه تعرفها؟ لا كلش. نوعا زين براويك اكلات من مصر وانت قول لي اسمها. شنو؟ دقائق بس. ها ما اعرفها كلش. كلش. حاول. لا كلش. هاي محشي. لا محشي. ايه المحاشي. وهذا
لا ما اعرف كلش.